فإليك الكلمة يا أبو هناد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم هذا بكل خير. نحييكم مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة من خلال هذا المهرجان، من خلال هذا العرس التراثي الذي جمع أبناء الخليج وأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الميدان الجميل. خصص هذا الشوط للحول المهجنات، المسافة كما تعلمون 8 كيلومترات، والجائزة سيارة للمركز الأول وبقية المراكز جوائز نقدية قيمة. هذا هو شوط الوداع. بعد هذا الشوط يسدل الستار على مهرجان سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يحفظه الله. شكرا يا أبا خالد، شكرا يا أبا خالد على هذا العطاء، شكرا يا أبا خالد على هذا الاهتمام، شكرا يا أبا خالد على هذا التميز. دائما وأبدا نسير إلى المقدمة، نسير إلى المركز الأول، وأرى هنا أرباح، أرباح في المركز الأول. سعيد بن محمد بن حسن بالثيمة العامري في مقدمة الشوط. ننتقل مباشرة إلى نهابة مسلم بن علي بن دري المنصوري، والمركز الثالث أصبح من نصيب نوف سيف بن مبارك بن هواش الخيالي. ننتقل مباشرة أيها الإخوة إلى المركز الرابع. المركز الرابع، شكرا يا ابو راشد الخزنة محمد بن خليفة بن زاهر الخيالي تأتي رابعا. ننتقل مباشرة الى المركز الخامس، وارى هنا قطنة سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني. هذه نتيجتنا ايها الاخوة مشاهدينا الاعزاء. شكرا ايضا لسيدي سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان المستشار الخاص لسيدي رئيس الدولة ورئيس اتحاد سباقات الهجن على هذا الحضور المشرف دائما هنا في كل الميادين. شكرا يا ابو حمدان، شكرا يا سيدي، شكرا. وهذه دائما تعليماتك السامية في نجاح مثل هذه المهرجانات. شكرا ايضا لسعادة الشيخ محمد بن معضد بن هويد الاجتبي رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد على اهتمام المجلس البلدي بهذا الميدان واهتمامهم بالحضور. شكرا يا ابو هادف، شكرا لسعادة مطر بن علي بن هويد الاجتبي ايضا، شكرا لجميع الاخوان. نعود الى المركز الاول، نعود الى المقدمة. هناك شعار بالثيمة، شعار بالثيمة يا سالم، شعار بالثيمة في المقدمة. مسيطر، مسيطر مع أرباح، أرباح تبغي تربح أيضا السيارة وتربح الناموس. هذه أرباح بهذا الشعار، شعار بالثيمة العامري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أيضا سعيد بن محمد بن حسن بالثيمة العامري أيضا من فرد انفراد كلي عن بقية المراكز. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، إلى نهابة مسلم بن علي بن دري المنصوري. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، المركز الثالث أصبح من نصيب نوف، نوف يا نوف، هذا الأسم الغالي على قلبي، نوف سيف بن مبارك بن هواش الخيالي في المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، المركز الرابع اللي وصلت اللي هي الظبي، الظبي ضيفتنا العزيزة لمحمد بن ملحان بن راشد بن حبيبة المري، ضيفتنا العزيزة من دولة قطر الشقيقة. المركز الخامس، هناك التدخل، هناك التدخل في هذه اللحظات من نهابة أو نهاية سلمان بن محمد بن سليمان الجبرين. هذه نتيجتنا أيها الإخوة، هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، ياهو شوط، ياهو شوط جميل. شوط النهاية، شوط النهاية، شوط أيضا شوط القوة والإثارة. يا سلام يا سلام، أيضا نهاية هذا المهرجان بعد هذا الشوط، بعد هذا الشوط المتميز. وهذه هذه اللي في المركز الأول، أرباح أرباح أرباح، لا زالت أيضا أرباحها بالأسهم دائما عالية
عالية، أرباحها بالناموس عالية. هذه أرباح المتميزة سعيد بن محمد بن حسن بن ثيمة العامري في المقدمة. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، وهنا نهابة مسلب بن علي بن دري المنصوري تأتي ثانيا. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، وأرى عسيلة، وهذا الاسم يذكرني باحد الذلل التي صالت وجالت في ميادين دولة الامارات واخذت الكؤوس لاحمد بن سيف الزفين المهيري. تأتي في المركز الثالث. المركز الرابع اصبح من نصيب ضيفتنا العزيزة الظبي لمحمد بن ملحان بن راشد بن حبيبه المري. المركز الخامس شعار بالكليب وصل ايضا على ظهر الطيار. ومتى بنقول طارت الطيارة وحلت الطيارة؟ هذه الطيارة الجميلة، طيارة بيكليب سيف بن علي بن راشد بيكليب الاجتبي. هذه النتيجة. وهناك أسامي لم تدخل عالم الإذاعة، هناك شعارات متميزة لم تدخل الإذاعة. هنا انتظر المفاجآت المتميزة في سير هذا الشوط الجميل. الله الله الله، نعود إلى المقدمة. هناك وين حد شاف لي أيضا أرباح 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 انفردت بسيارة بعكاسة بمصور. أيضا هذه أرباح، أرباح الخير، أرباح العطاء. هنا أرباح تلعب على أرضية ميدان الزيت، تبغي تكسب الناموس في نهاية هذا المهرجان. مهرجان أبا خالد حفظه الله ورعاه، ولي عهد أبو ظبي الذي لا يألو جهدا دائما باهتمامه للعادات والتقاليد. سيف الإمارات، شكرا يا سيدي. ننتقل إلى المركز الثاني. هنا التدخل القوي من نهابة مع مسلب بن علي بن دري المنصوري في المركز الثاني. وصلت الطيارة، انتقلت من مركز إلى مركز. إلها عوايد الطيارة لسيد سيف بن علي بيكليب الاجتبي. خذت المركز الثالث. المركز الرابع، هنا التدخل من ضيفتنا العزيزة الظبي، ظبي الفلا، رمز العطاء، معنى الوفاء لمحمد بن ملحان بن راشد بن حبيبه المري، ضيفتنا من دولة قطر الشقيقة. فمرحبا بكل الأشقاء وبكل الأصدقاء هنا في هذا المهرجان. المركز الخامس، ننتقل مباشرة إلى عسيلة، وهي مثل العسل عسيلة. أحمد بن سيف الزفين المهيري هو المالك. هذه النتيجة أيها الإخوة. ونحن الآن إن سألتوا عن موقعنا في الأعراب نقولكم تقريبا نقترب هنا من الانعطاف الأخير، المنعطف الأخير، ومسافة الكيلومترين. أي ما تبقى عن خط النهاية إلا أقل من كيلومترين. وهناك أرى أيضا اللي هي أرباح الخير في المقدمة، انفراد كلي عن بقية المراكز. سعيد بن محمد بن حسن بن ثيمة العامري. ننتقل مباشرة، هنا التغيير وهنا الملاحقة القوية، هنا الملاحقة القوية من غيرت وخذت المركز الثاني. هنا الظبي محمد بن ملحان بن راشد بن حبيبه المري. المركز الثالث اصبح من نصيب الطيارة سيف بن علي بن راشد ايضا بكليب الاجتبي. المركز الرابع اللي وصلت في هذه اللحظات الاسطورة رياض بن ثامر السعدون، ضيفتنا عزيزتنا من المملكة العربية السعودية الشقيقة. مرحبا بالاسطورة، مرحبا بمالك الأسطورة رياض بن ثامر السعدون. خذت المركز الرابع. المركز الخامس، نهاية سلمان بن محمد بن سليمان الجبرين، وصلت وخذت المركز الخامس. هنا التدخل القوي. يا سلام، وين يا الحبسي؟ وين أرباح 1200؟
1200 ما تبقى عن خط النهاية، وأرباح مثل ما قلت لكم أنها انفردت واخذت عنا خدمة كاملة، خدمة مميزة، سيارة وعكاسة ومصور. خذت السيارة الأولى الكاميرا رقم واحد ومع أسامة الهواري. الهواري دللها دللها يا الهواري، دللها يا الهواري، دللها يا أسامة. هنا في هذه الصورة الجميلة عبر أبو ظبي الرياضية سيدة القنوات الرياضية، ودخلت أجواء الكيلو الأخير. هذه أرباح 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 الخير يا بالسيمة، لك عوايد دائما وأبدا سعيد بن محمد بن حسن بالسيمة العامري، قلب الأسد قلب الأسد. يا سلام، انفردت، وأعلام دولة الإمارات ترحب بمنطقة الأعلام، ترحب به أيضا أرباح وبمالكي أرباح. 600 متر ما تبقى عن خط النهاية، وصلت الأسطورة. عطني لقطة يا أسامة. المركز الثاني الأسطورة ضيفتنا العزيزة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصلت الأسطورة رياض بن ثامر السعدون. الله يا السعدون، ووصلت هناك نهاية سليمان بن محمد بن سليمان الجبرين. الله الله الله، غيرت الأسطورة، خذت المركز الأول. الأسطورة مع هذا الشعار السيفين والنخلة المعروفة أيضا للمملكة العربية السعودية الشقيقة، لأشقائنا لإخواننا لأعزائنا. رياض بن ثامر السعدون، سلام عليك. أيضا مساء الخير لرياض بن ثامر السعدون والناموس، وألف مبروك. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت فيه اللي هي أرباح لسعيد بن محمد بن حسين السيمة العامري. المركز الثالث نهاية لسليمان بن محمد بن سليمان الجبرين. المركز الرابع الذيبة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الخامس وصلت في نهابة مسلم بن علي بن دري المنصوري. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء، وهبت الرياح بما لا تشتهي السفن. بالفعل نقول دائما نحن هبت الرياح بما لا تشتهي الإبل، واستطاعت الأسطورة في اللحظات الأخيرة أنها تنتزع الناموس والسيارة والزعفران والسلام إلى أهالي المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث ان قطعت المسافه في 13 دقيقه 23 ثانيه 4 من الاجزاء. تهانينا لرياض بن ثامر السعدون، جود ايفنينج يا رياض بن ثامر السعدون. المركز الثاني وصلت في ارباح، الله يقول حق، قدمت عرض ممتاز 13 دقيقه 26 ثانيه. تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن حسن بالثيمه العامري. اللي اخذت المركز الثالث نهايه للسيد سلمان بن محمد بن سليمان الجبرين، حيث أن قطع المسافة 13 دقيقة 26 ثانية 3 من الأجزاء. تهانينا والناموس، وتهانينا لجميع الأخوة الفائزين.